جامعين ضيع حصل عليهم اللقمة هناك ياكلونه بالسجن، والله كله بفلوس كله بفلوس، يعني السجن هذا حصل عليك تتحرك منه اللي جاي فلوس. ثلاثة أشخاص أحدهم غير مؤهل عقليا حكموا 15 عاما بقضية خطف لم تحصل بحسب عائلتهم. مجرد راحوا جابوا خالتهم وإجوا بعدهم ما وصل راس الشارع مال المعهد التقني سووا عليهم القاء قبض، قالوا جاي يخطفون، ويعني ونفس البكاني قال له إلا ذبك أربع رهاب، يعني هم لو مسوين شيء يقول والله حيل بيهم، يعني شنو هذا ابن العوائل؟ والله هذا ابن ابن عافه ابن قماطه بالصف الثاني، والحسين الشهيد الدربوله ما الشارع ما تندل مرته، هاي شوف حتى احس ما يعرفون يحكي هالبنات. اكو اخ يخطف اخته، اكو ابن عام يخطف اخته، اخوها موجود، اخوها عنده عجز 100%، يعني عجز عنده تقارير هاي موجوده. عجز شنو؟ عجز براسه، مضروب براسه، يعني فقد الوعي، فقد الذاكره. مو مؤهل يعني؟ انه مو مؤهل. وكاتبينه بالدعوه، التقارير موجوده مالته، وكاتبينه بالدعوه مالته بان هو كاسب وهو عريف. قضيه شائكه تتعلق باخت صاحبه نفوذ مع اخوتها الذين جاءوا للصلح معها نتيجه خلاف سابق. راحوا يتفاهمون يجيبون خالتهم، يعني من اخو ابني خالته، يعني خالته اختي واخوها وياهم وابن حماي اللي هو ابن عم يعني ابني. راحوا على مود يجيبون، ما عندنا وحده، احنا راحت طالعه من الطريق ما نعرف نتزوجها واحنا ما ندري بيها، ما عندنا هيجي. فراح يجيبون يقول يعني ما يصير هيجي، جابوها خلال ساعه وحده ارتكبوا عليهم قلهم جاي يخطفون. هم لا خطف ولا لا بها ضرب لا بها في شيء زين، لا مساومات، يعني هي اللي يعني ارتكبت عليهم، اختي اللي ارتكبت عليهم هي ورجلها، وذبوهم 15 سنه وهم لا مسوين في شيء ولا يعني ماكو 15 سنه. احنا فاعلين خير يعني. نجيبها وحتى تكون الشغله اصوليه امام الناس وامام العشائر، نجيبها كبير عشيرتنا هو عمي جاسم حطاب، وجينا يعني ناس فاعلين خير نسترها ونحلها ونحل هاي الامور، رفعت راس امام الناس وامام هذا اللي صار، فجبناها بالخوه بتعمنا واختنا اثناء السير وقفتنا السيطره ونزلتنا، فهي ادعت بان احنا خاطفين. حكموا بفتره قصيره جدا، وتميز قرار حكمهم مباشره دون تغيير بالحكم. يعني احنا اهل اذا نحلها بيناتنا، شنو اللي وصلتوه هيك وعلى الماده 421؟ شنو الموضوع؟ شنو اللي صار؟ وخلال شهر اقل شهر نحكمه، وشنو الحكم هذا الظلم هذا؟ وتميز ونفس التمييز، وبعض الناس متابعه دقيقه وياه نفس على 15، قال له ماكو الا ادبهم. حسب المعلومات يعني بنسمعها من المحامين يقول ماكو خطف، يعني نفس اليوم يعتبر خطف، خلال نص ساعه من الحادثه اخذوها لدارها لبيتها يم اولادها ورجعوها على اساس يجيبونها هنا. نعم. البيتها بيت اولادها، يعني من الحادثه من باب المعهد اللي هي تداوم به اخذوها لبيتها لاولادها، فبعدين هنا الشيخ قال لهم جيبوها يم اختها اللي هي ام بشير، فقال خل تجي هنا على مود المساله يعني عائليا نحلها بيناتنا، لكن هم ادعوا بهم بهذا الادعاء. يرون ذووهم ما تعرضوا له داخل السجون، ويطالبون الجهات المعنيه باعاده محاكمتهم من جديد. هم ميزين ومصعدين التمييز ويخلوا يوقفون التمييز ونفس الحكم يرجع عليهم، لان القاضي اللي حكمهم يصير ابن عمهم، قال له إلا أدبكم أربع رهاب. يا بلي شنو أربع رهاب؟ شو مسوين هم؟ قلت لك خلال 3 أشهر طقوهم عند 15 سنة. من بغداد مصطفى لطيف، قناة دجلة الفضائية.